السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محمد بكالي يحييكم جديد في مدونة مجانين المعلوميات ويضرب لكم موعدا آخر في حلقة أخرى، وهذه المرة مع خدعة جديدة من خدع الفيسبوك، والتي مشكل هناك مشكل يعاني منه العديد من الأشخاص، وهو كيفية تحميل فيديوهات من الفيسبوك. لهذا سوف أضع رهن إشارتكم هذه الحلقة حتى نتمكن من تحميل فيديوهات على الفيسبوك بدون مشاكل وبطريقة جد سريعة. إذن نذهب إلى موقع www.downvids.net، وكما جرت العادة سأضع لكم الرابط المباشر تحت الفيديو في اليوتيوب وتحت التدوينة على مدونة مجانين المعلوميات. إذن بعد الدخول على هذه الموقع نذهب إلى أحد الفيديوهات التي نريد تحميلها مثلا، ونختار الفيديو. بعد أن يظهر الفيديو ما علي سوى أن أقوم بنسخ رابط الفيديو. يظهر أن النت ثقيل، لا مشكلة، لأن نريد أن ينفتح الفيديو. إذن ما علي سوى أن أقوم بنسخ الرابط بعد الضغط بزر الفأرة الأيمن على الرابط مباشرة. أوكي، إذن نذهب وننسخ ذلك على هذا المربع من الموقع ونضغط على داونلود. بعد لحظات بسيطة، وهو الآن يحاول أن يستخرج الفيديو. إذن مباشرة تظهر لنا هذه القائمة، ما علي سوى أن أضغط داونلود ذيس فيديو هنا، وسيظهر لي الفيديو هنا. بعدما أن يظهر لي الفيديو ما علي سوى أن أضغط بزر الفأرة الأيمن في أي مكان في هذه الصفحة، ونضغط على Enregistre أو Save As أو تسجيل تحت، لا أعرف ما هو مرادفها باللغة العربية. وبعدها نضغط عادي، ثم تظهر لي الصفحة وهو الفيديو بطريقة MP4، ونختار أين أريد أن أسجله. مثلا نختار مثلا بيرو أو أي مكان أريد، وما عليه سوى الضغط على Enregistre، وهكذا أنتم ترون ها الفيديو يتحمل بطريقة جد سريعة. إذن إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أتمنى أن تكون الحلقة قد نالت إعجابكم. تحية محمد كريم مدونة مجانين المعلوميات. لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب بالضغط على الزر صابوني. قناتنا هي كالتالي www. سوف أريكم الرابط بأكثر وضوح. قناتنا على اليوتيوب هي www.youtube.com/muhastar. لا تنسوا الضغط على الزر أبوني. أيضا انضموا إلى صفحة مجانين المعلوميات على الفيسبوك، هي facebook.com/foo.info. ولا تنسوا زيارتنا على المدونة www.foo-info.blogspot.com. إلى هذه اللحظة تحيات محمد البكالي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.